بصدري أضم قبر قد حوى خير البشر كل ما تعسر لي أمر جاهك أسأل أنا ربي ما أغالي لو وصفتك بالقمر أحلى من طلعت بدر أحلى من كل البشر والبشر فضلك ربي وبانتظار تتملى عيوني بعيونك نظرة أتهنى بعيونك أسأل رب البرايا يجمع ما بيني وبينك عندي حلم ثم يمينك لو وقفت أنا بين دينك لو أشوف طلعت جبينك وانت شيب نظرات عينك رقية يا لطيفك يمر شوفتك قلبي تسر إمامي يا طه رقية يا لطيفك يمر شوفتك قلبي تسر إمامي يا طه حلمي بحياتي وامنياتي قبل المنية التقي وجهي فرح قلب مضر يا إمامي يا طه أدري هاني شعري ما يوفي فضلك علي نداء المعرفة مجوهرات حراء ذهب الماس وساعات فاخرة البربير سنتر إليت 01-66-20-97-03-76-40-72 بإدارة محمد منير الملا شركة صدقة للتجارة والصناعة الرائدة بمجال المفروشات المكتبية طاولات مكاتب خزاين كراسي جاهزة وتحت الطلب صوفا ليزي تشير كرسي مع مساج ميديكال تشير غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المكتبية والمنزلية شركة صدقة للتجارة والصناعة شارع الرويس بناية الغزاوي الطابق السفلي فيسبوك صدقة كومباني تليفون 01-31-22-30 واتساب 03-74-07-11 70-755-073 بإدارة الحاج فؤاد صدقة تود أن تحج عن والدك أو والدتك الميتين تعبيراً عن وفائك لهما أو أن تحج عن قريب لك وأن يكون العمل مقبولاً بإذن الله تعالى حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن استقبالها طلبات حجة البدل لهذا العام للاتصال والاستفسار حملة الديوان للحج والعمرة سنتر المشاريع المزرعة نويري هاتف 01-66-85-85 حجة البدل هذه من أجمل الهدايا التي ينتظرها الآباء والأمهات بعد موتهما رجعنا نور العيون نور
بستر العاصفة الأمان في كل آن لكل نفس خائفة كم ذا صفت ولا طفت ويا لها ملاطفة نور العيون نور العيون نور العيون نور العيون صوت عودنا عليها نسمعها تبقى معنا منبقى معها هي نداء المعرفة هي كل شي فيها ما أروعها عودنا عليها نسمعها تبقى معنا منبقى معها هي نداء المعرفة هي كل شي فيها ما أروعها على صباح الخير مستمعينا الكرام، برحب فيكم بهالصبحية مباشرة على الهواء من نداء المعرفة ببيروت. بحي كل يلي عم يسمعونا عبر موجاتنا العام لداخل الأراضي اللبنانية 91.1 91.3 و91.5 ميجا هيرتز اف ام. أيضا تحية كتير كبيرة لكل يلي عم يتابعونا عبر الفيسبوك بيج نداء المعرفة راديو. معكم أحمد من وراء الميكروفون وزميلي مجد على الهندسة الصوتية، وأيضا زميلتي نادين وزميلتي لارا إبراهيم وسامي ووليد ومحمود. مكبلي معكم بهذه الصبحية مباشرة على الهواء من نداء المعرفة.
وكمان مثل ما قلت لكم انا احمد وراء الميكروفون وزميلي مجد على الهندسه الصوتيه اللي مستلمني وعم يأشر لي انه مسكر انفي انا عم احكي. والا فانه اغلب كثير من الناس بينتظروا انه يكون يا مجد مقربين لحتى يسجلوا او يحكوا. عم بيقول لي ما استعمل حرف النون علما انه هيدي الغنة انا كثير بحبها وهيدا شيء بحسه بيحل الصوت اكثر. وما عندي مشكله يا مجد مشان تريح حالك ما بقى تحسني ملبك ابدا. نعم لا حتى المستمعين ما بحس عندهم مشكله بس المستمعين دغري بيقفشوا اذا كان المذيع مجرب مثلا او في مشكله بصوته دغري بيبين لانه بيكونوا معودين اكيد يسمعوا الصوت طبيعي بدون جريب او رشح او غنة بالصوت. على كل حال مكملين بصبحيتنا ومستمعينا الكرام وحبلش مع محمد علي ومحمد عبد الله فيسبوك وفاطمة صباح النور والسرور بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا سلوى عم تقول صباح الخير لأحلى إذاعة حلا أو هلا صباح المسك والعنبر. ظبية بتقول أسعد الله صباحك أم الوفا. عليا أسعد الله صباحكم. مصطفى تحياتي لأخي أحمد من أستراليا. تحياتي لألك مصطفى ولا بلال ولا ابنك كمان خضر ولوالدك أيضا الشيخ خضر. أم الوفا يسلم لي أحمد. مبين تعبان من صوتك بس الصوت عادي. فاتن يسعد صباحكم. أم طه يسعد صباحكم يعطيكم ألف عافية. محمود وين أبو سطيف. أم طه سلامتك أحمد. مصطفى مولانا إذا كنت مريض أو لا صوتك جميل. شكرا كثير يا أبو سطيف بارك الله فيك. نادو بتقول يسعد صباحكم. يوسف بيقول ادعوا لنا. ام دانيال الف سلامة وسلوى سلامتك الله يعافيك. نحن منحب نسمعك كل يوم. شكرا كتير لإلك يا سلوى وانا بحب كل يوم اطلع واتواصل معكم عبر نداء المعرفة اذاعتكم يلي نتونس ببرامجها وبفوائدها يلي بتبثها ليلا نهارا. وواتساب أيضا خديجة بتقول أسعد الله صباحكم بكل خير. تحياتي لكل أسرة الإذاعة. وندى بتقول صباح الخير أحمد ومجد وكل العاملين بالإذاعة سلامتك الله يسلمكم. صباح الخير والبركة يا أحمد إلك ولمجد الله يعافيك ويشفيك. شكرا كتير لإلكم. خضر بيقول صباح الخير يا طيب حبيبي أحمد. تحياتي إلك وللأهل بطرابلس وسلامي للمستمعين للإذاعة ويدعو لي بالشفاء بكل الأحوال. بس يكون حدا مقرب بيصير في رخامة بصوته. تحياتي لك يا خضر. هي مجد صاروا المستمعين عم يتفاعلوا مع خبرية رخامة الصوت مع القريب. لا يا مجد ما بتفق معك بالرأي. انت هندسة الصوت فاذا يعني بتكون تعرف بالصوت هيك بكون انت مبسوط بس انه عم تشتغل فيني. انا هيك بقول صباح النور والسرور سلامة قلبك احمد. ما عندنا مشكلة بالصوت مع كريم شفاك الاله. شكرا يا ريم. وعليكم السلام يا ام مصطفى. سلامتك احمد وسلام للجميع وعليك السلام. اهلا وسهلا. وبدي بارك لمريم يلي انخطبت
وأيضا بدي بارك هلا بعد مريم بنرجع منبارك للعريس الثاني. ألف مبارك لإلك يا مريم، الله يجمع بينكما في خير وعبال الفرحة الكبيرة إن شاء الله. عم تحكيني أم مصطفى اللي هي إما لمريم، ولكن عم نبارك لمريم عبر أم مصطفى. أيضا بدي هني وبارك هاني، هاني يلي خطب يلي هو صديقي وحبيب قلبي، هاني يلي هو أبو خالد، عفوا اللي هو أبو بسام. أبو بسام خلص دغري عادي يعني هيدي بتصير. أبو بسام يلي هو هاني بدي بارك له كمان خطب، الله يجمع بينه وبينها في خير ويعيشوا حياة سعيدة وعبال الفرحة الكبيرة. عم يعترض زميلي مجد كيف هو أبو بسام وكيف كانت خطبته، أنه لا هو ما كان مزوج، بس نحن معودين عاداتنا أنه الولد بسمع الكبير بسمع اسم بيو والصغير بسمع اسم خيو، هيدي عادات يعني، فلهيك هو ملقب بهذا اللقب، ولكن هو اسمه هاني. خلينا نهني ويتهنى بالتهنية يا مجد ونسمع الزلغوطة. شكرا لأم مصطفى اللي عم تقلي كمان عقبال فرحتك، شكرا لإلك بوجودكم إن شاء الله. معي كمان صباح الأنوار والخيرات، معرفة مين بعت المسج. خضر عم يبعث لنا تحياته. أم يحيى يسعد صباحك أيضا. صباح الخير، الله يحميك أحمد ويحمي الإذاعة، صباحكم بيخلي نهارنا سعيد. عبد الله من دير عمار، أهلا وسهلا فيك يا عبد. أيضا الله يحفظكم، تحياتي لكم جميعا من أم حسن. صباح الخير لأحلى إذاعة، بارك الله فيكم من أم نبيل. صباح النور والسرور، الله يعافيك، تحية لمجد وجهينة بتونس، فداء من البقع، تحياتي لإلك ولجهينة ولمجد يا فداء. سوريا من عين الحلوة، يسعد صباحك أحمد، كيف ما كان صوتكم حلو لأنه صادر من أحلى إذاعة، الله يبارك لنا بها وبكل أحبابها. هيدا الكلام الحلو، نحن إذا كنا عم نقدي شي حلو فهو عبر نداء المعرفة، فمرد الحلاوة هو سببه نداء المعرفة. في ناس من بيت حلاوة انبسطوا لأنه قلنا مرد الحلاوة، تحياتي لهم كمان. سلوى بتقول بدي وجه تحية لزوجي أبو حمزة، وبدت وجه تحية أيضا لأبو آدم. صباحكم معطر بذكر الله، يسعد صباحك أحمد.
أيضا هنادي بتقول صباح الخير إن شاء الله، أحلى صبحية معكم. أهلا وسهلا بالحاج هدى، أسعد الله صباحكم بكل خير. عنتر بيقول صباح الخير للجميع. الحاجة هدى بتقول عبال فرحتك إن شاء الله، إن شاء الله لن تكون إلا بوجودكم يا حاجة. محمود أسعد الله صباحكم. شادية مبارك لهم. امطاها مبارك للأخ هاني. هيثم الله يبارك بك ولا يضرك، عافاك الله وسلامة قلبك. وأنا أبو بلال إن شاء الله ولو بعده لم يأتي بلال. هيدي جهل عندك يا مجد هالجواب. تحياتي لك يا هيثم صديقي وحبيب قلبي يلي ما عم بلتقى فيه أبدا. لا هو الكبير هيثم وبيو بلال، فهو بالتالي أبو بلال. سبحان الله الشغل وضغط العمل مو بقى في فراغ مثل قبل، فمنبطل منشوف بعض، بس انت بتقدر اكيد. هنادي بتقول مبارك وعبال الفرحة الكبيرة، اهلا وسهلا بزميلتنا جنان. تمام صباح الخير لأحلى إذاعة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تحية لمجد من أم سليم. يسعد لي صباحكم من زاهر عسكر. امطاها والله أحلى إذاعة، من أنفس الأوقات تلك التي نقضيها بالاستماع إلى إذاعتنا. بلال بيقول ما منشبع منكم. جنان الله يسعد صباح، الله يسعد صباحك أحمد وصباح مجد، وأكيد صباح أمي الحنونة حبيبة قلبي. وقطر الماء مع الآلاء وأزياد وعد النعماء وأنعم. ومجد يا جنان قطشني كرمال إلك، تحية منه لإلك، وصلت تحيتك لزميلتنا جنان. وعليكم السلام يا أحمد. بلال كمان بيقول أبو بلال. الحنون أخي أحمد أسمعنا أنشودة لنشد ساكن متكيني، بارك الله فيك. هلأ بنشوف إذا موجودة تكرم عينك يا حنون. خضر تحية كبيرة إلك وللحاجة هدى، وبيقول اشتقت لك وأنا مشتاق إليكم إن شاء الله تعالى. شوفك هالأسبوع يا خضر، بس زبط وقتك. محمد الشبلي صباح الخير صديقي أحمد وعقبال فرحتك بوجودك إن شاء الله يا أبو حميد، وعقبال فرحتنا بالبروفايل تاعك اللي حاطته بما نريد. أبو عمر من طرابلس بيقول حابب أسمع أنشودة أمر بيروت. صباح الخير أبو حميد وصباح المستمعين. وصار في جسر بين الواتساب والفيسبوك. خضر عم يكتب تحية للحاجة هدى على الفيسبوك، والحاجة هدى عم بتقول له أسعدك الله في الدارين ويسر أمرك لإلي هيدي. بعدين تحية لخضر. أسعد الله صباحكم معك ناهدة، الله يعافيك سلامتك. أحلى إذاعة. بلال حمود بيقول لعيونك شير ولايك، شير ولايك. أكيد نحن مثل ما بتعرفوا عم نحكي كلام فيه خير بكل حلقة، لهيك عملا بالحديث الشريف الدال على الخير كفاعله نعمل شير للحلقة حتى ننشر الخير ليعم الخير ولله تعالى بإخلاص النية. صباح الخير وصباح المستمعين. أحمد من طرابلس أسعد الله صباحكم بكل خير وسعادة عسلامة يا أحمد. معك أحمد من طرابلس، أهلا وسهلا فيك، الله يقويكم، أدعو لنا. تحياتي لكم، أهلا وسهلا فيك، تحياتي لك بس معرفتني باسمك. أيضا واتساب 0325-26-39. صباح الفل والياسمين من أم حميدة. صباح الخير يا إخواني، معكم وسام وعمر، أدعو لنا بخير. سلامتك أحمد عفاك الله، صباح المحبة لكم ولإذاعتكم، تحياتي لكم. تحياتي لبلال حمود. من مين؟ مين عم يبعث لك تحية يا بلال؟ أحلى إذاعة تسمعها. حط
وتحية لبلال من أبو طه باسم. يوسف أبلين أهلا وسهلا فيك، تحية لك. الله يشفي والدتكم يا أم حميدة. وبدنا نسمع أنشودة أمي لو سمحت يا مجد. وعليك أم غنى، تحية الأحلى إذاعة، الله يقويكم. هلأ أنا مش الفكرة أنه عمر هيك شوي أنشودتين ثلاثة، ولكن هي كبرنامج أنشيد مش هلأ. برنامج زميلتنا سارة كل خميس على الساعة 11 إلا تلت، كل خميس 11 إلا تلت صباحا مع زميلتي سارة، بتتصلوا وبتسمع الأنشودة اللي بدكن إياها، وهيدا الخميس حكون أنا معكن بدل زميلتي سارة. والسبت مع زميلتي سحر أيضا، مين مع مين، البرنامج الممتع اللي كمان فيه مديحين على طول، بتنقي المديح اللي بدك اياه، بتصوت انت مع اي مديح بدك تسمع، كمان تسمع المديح اللي بدك اياه. وهلا انا عم جرب مرق شوي بس ما فيني لبي كل الطلبات، اعذروني، بتعرفوا الوقت ضيق. اسعد الله صباحكم من ام طارق وسلامه قلبك، الله يشفيك ويعافيك، شكرا لك يا ام طارق. وعبد الله بيقول اسعد الله صباحكم، قواكم الله، وتحياتي لزوجتي واهلي من عبد الله الطعمي. تحياتي لك يا عبد الله، زمان ما تواصلنا. علي بيقول الله يقويكم وينفع بكم، تحية طيبة لكل الإذاعة. مهاجرة يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيك. محمد بيقول حدا يكتب لنا رقم الواتساب 03-25-26-39. وامتها هي دايما أون، ما فهمت. عماد بيقول صباح الأنوار والبركات مع نداء المعرفة. محمد إذاعة الخير عم بيقولوا انه الإذاعة كل نهار هن عم يسمعوها ما بيطفوا الإذاعة. بدي وجه تحية لفاتن من ام الوفاء، ابو احمد يلي هو خيي سامر، شو اسمه تعرف شو كاتب هو اسمه على الفيسبوك؟ ابو احمد، لا مش مزوج، اصغر مني، بس هو انه يعني بالعادة انه حيسمي ابنه على اسم خيه الكبير، سو بيسمي انه ابو احمد، فمش بالضرورة يكون مزوج ليكون ملقب بأبو. خلص مجد خلص. صباح الخير من أبو أحمد، صباح النور يا أبو أحمد. مريم يسعد صباحكم وصباح جميع المستمعين. صباح الخير من محمد حمشو. فاطمة بتقول نتمنى أن تدعو لإيمان. الله يسهل لها ولادتها وتقوم بخير وصحة وسلامة هي والطفل أيضا. أسعد الله صباحكم من بعبدة، من إبراهيم الزعبي، تحياتي لإلك. بيقول إبراهيم أسعد الله صباحكم من بعبدة الصحفي الأردني إبراهيم الزعبي، أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك يا إبراهيم. أسماء صباح الخير، تحياتي لكم جميعا. ونحن موجز بعد دقيقتين، دقيقة وشوي، دقيقة و13 ثانية، دقيقة وشوي، دقيقة وحنروح موجز قصير للأخبار. بعد المنة حنحكي قصة كتير حلوة، حنذكر أول شي بدي أعرف كل حدا جرب طبخة الهنكار بندي يلي حكينا عنها، ونظرا لأنه كتير ناس طلبوا نرجع نعيد، حنرجع نعيد على السريع للطبخة ولكن بعد الموجز. وحنحكي قصة كتير حلوة عن سيدنا الخضر عليه السلام. فاصل إعلاني قصير، بيلحقوا موجز الأخبار ومكملين معكم بها الصبحية. يا خالقي يا حي
نداء المعرفة. عطور الأنس فاحت من روار وأريج المسك فواح رقيق ينعش الروح بأنسى. عطورات روان تخصص وخبرة نحو 30 عاما. عطورات روان مبيع بالجملة تلبي جميع حاجاتكم ورغباتكم في العطور الشرقية والغربية. عطورات روان خبرة العصور في خيرة العطور. تجدونها في المكتبة الرفاعية بيروت برج أبي حيدر خلف المسجد. تليفون 01-662-503. جديد المكتبة الرفاعية عطر طيب الكعبة من أفخم العطور الشرقية الراقية. لكل يلي حضر تفضل واسمع الخبر. أمر 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 مجوهرات أمر مبيع وشراء ذهب وألماس شي مفتخر وحجار كريمة وتشكيلة من أحلى الدرر وساعات ومسابح متعة للنظر كله عند مجوهرات أمر أمر. سوق بربور قرب حلويات الذهبي 01-36-015-03-870-978 بإدارة عمر هلال التنير. مطابع حول العالم Worldwide Printings ترحب بكم في عالم الطباعة. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design طباعة كتب علب تجارية فواتير بصم حراري تجليد فني Flyer Catalog Business Card لافتات فليكس وطباعة على القماش وغيرها. Worldwide Printings مطابع حول العالم بيروت المزرعة بربور 01-304-524 01-304-311. سوبر ماركت الديوان بقدم جبنة حلوم ب 8495 ليرة، جراتان صحن ب 7500 ليرة، كيس سكر 5 كيلو ب 3995 ليرة، كيس نفايات وسط ربطة ب 1995 ليرة، سائل للجلي قنينة 350 ملي ب 750 ليرة، بالإضافة لعروضات تانية مهمة. موجز لأهم الأنباء أقدمه لكم من نداء المعرفة. أهلا بكم. غادر رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون إلى العراق صباح اليوم في زيارة رسمية بدعوة من نظيره العراقي فؤاد معصوم على أن يتوجه في اليوم التالي من بغداد إلى بريفان ملبيا دعوة من نظيره الأرمني سيرج ساركيسيان لزيارة تستمر يومين. حكوميا كان بدأ مجلس الوزراء في دراسة أولية لمشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2018 واطلع من وزير المال علي حسن خليل على فذكة هذه الموازنة أرقاما وعناوين وأكد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أهمية إقرار هذه الموازنة والتزام الإصلاحات المطلوب إدخالها عليها مع خفض موازنات الوزارات. وبعد مناقشة سريعة شكل مجلس الوزراء لجنة برئاسة الرئيس الحريري وعضوية 9 وزراء لدرس ملاحظات الوزراء على أرقام الموازنة على أن تعود اللجنة إلى المجلس باقتراحات نهائية. هذا وعلم من أحد الوزراء أن اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها اليوم في السرايا على أن تكثف هذه الاجتماعات للإسراع في إنجاز المناقشة والعودة إلى مجلس الوزراء لقراءة النهائية وإقرارها وإحالتها على مجلس النواب في أسرع وقت. في ملف الانتخابات أعلن كل من رئيس المجلس النيابي رئيس حركة أمل نبيه بري والأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله أمس أسماء مرشحي كل منهما تحت سقف التحالف بينهما في مناطق وجودهما المشترك.
على أن يخضع إعلان اللوائح لإنجاز التفاوض مع الحلفاء الذين ستضمهم في دوائر البقاع والجنوب وبيروت الثانية وجبل لبنان بحسب ما ذكرت صحيفة الديار. في ملف المياومين، حصلت مواجهات عنيفة وحادة أمس لدى تنفيذ المياومين اعتصاما داخل المؤسسة ومحاولتهم الدخول إليها، إذ منعتهم قوى الأمن الداخلي، وسجلت مواجهات وجولات بالعراق والصدامات العنيفة أدت إلى سقوط بعض الجرحى في صفوف المياومين. وقطع المياومون أوتوستراد بيروت الدورة بعض الوقت، ثم أقاموا قياما للاعتصام عند مدخل المؤسسة، لكن المفاوضات التي تولاها رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أدت إلى إنهاء الاعتصام، على أن يعقد اجتماع اليوم في مقر الاتحاد لاستكمال البحث في مطالب المياومين. في الملف السوري، أفادت خارجية كازاخستان بأنها تنتظر تأكيدا رسميا لموعد اللقاء الذي سيجمع وزراء خارجية الدول الضامنة لعملية أستانا حول التسوية السورية، مضيفة أن الموعد المحتمل هو منتصف الشهر المقبل. أفادت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي اعتقل 7 فلسطينيين في الضفة الغربية الليلة الماضية. بدأت مناورات عسكرية مصرية فرنسية مشتركة تحمل اسم كليوباترا 2018 وتستمر لعدة أيام في نطاق البحر الأحمر. في الخبر الأخير في هذا الموجز، قال مسؤولون إن ما لا يقل عن 17 شخصا لاقوا حتفهم وأصيب آخرون في عاصمة موزمبيق أمس عندما انهار جبل نفايات ارتفاعه 15 مترا بسبب الأمطار. ختام الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء. المعرفة مجوهرات آية تشبه النجمات، روعة وجمال وزينة بتوج الملكات. مجوهرات آية، مبيع وشراء ذهب ألماس ولؤلؤ بحريني وساعات ماركات عالمية، خبير في فحص الأحجار الكريمة. مجوهرات آية، المزرعة البربير، الشارع الرئيس قبل الديوان ب300 متر إلى اليسار.
تليفون 01-643-888 بإدارة الحاج عمر محمد. جنى جنى. أيوة جيت. شوفي بكرة بتدق إلى أمك وأبوك وبتروحوا بتشوفوا إذا أساميكم نازلي باللوايح. لا 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 دخيلك، ما بدنا كل هالشغلة. شو ما بدي؟ ما فهمت. نحن جماعة الله أعطانا ومرتاحين، ما بدنا لا مونة ولا مساعدة. منكون عم نحلو منصير عم نقبع دراس، شو خاص اللي قلته باللي عم تقوليه؟ ما أنت قلت انزلوا شوفوا اللوايح وما بعرف شو. قصدي لوايح الشطب كرمال انتخابات. وعشو جاي عم بتقلي؟ ليش أنت شفت اسمك باللوايح الشطب بالأول؟ مزبوط. أنا نازل شوفها دغري عند المختار. تود أن تحج عن والدك أو والدتك الميتين تعبيرا عن وفائك لهما، أو أن تحج عن قريب لك وأن يكون العمل مقبولا بإذن الله تعالى. حملة الديوان الحج والعمرة تعلن عن استقبالها طلبات حجة البدل لهذا العام. للاتصال والاستفسار، حملة الديوان للحج والعمرة سنتر المشاريع المزرعة نويري، هاتف 01-66-85-85. حجة البدل هذه من أجمل الهدايا التي ينتظرها الآباء والأمهات بعد موتهما. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملا بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة يتيم، كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، طباعة كتب شرعية. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت الطريق الجديدة قصقص مبنى مستوصف الشهيد الشيخ نزار حلبي رحمه الله الطابق الثاني 01-67-0055، بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير للمحتاجين والتي تجدونها في سوبر ماركت الديوان المزرعة نويري. Yeah.
فنادوا سحيرا سارت الإبل سير الغوينا فلا مهل ولا عجل لما تنادوا سحيرا سارت الإبل سير الغوينا فلا مهل ولا عجل وخلفت في سكون الليل حاديها شاويري عبر القدير بينسى بشعاع يا ما في قلوب عم بتروح هالإذاعة اللي دلت عقب الروح بسمعاني بقلبي وتفكيري بتأنسني بشاويري عبر القدير بينسى بشعاع ينسى بشعاع. أحبابنا المستمعين حنرجع نذكر بطبختنا يلي كانت من كم يوم وبدي أعرف مين زبطت معه هالطبخة لأنه كتير ناس جربوها ناس زبطت وناس ما زبطت فناطر لشوف حنرجع نستعرض أول شيء هيدي الطبخة معنا هلأ ونشوف كيفية تحضير الهنكار بندي مع المكونات. فإذا مثل ما عم نشوف فيسبوك بيج نداء المعرفة راديو المكونات 700 جرام لحم غنم أو غنم مع بقر مثل ما ذكرنا سابقا فينا ننوع على حسب الرغبة وفي ناس ما بيرغبوا الغنم بيحطوا بس بقر وفي ناس ما بيرغبوا البقر بيحطوا بس غنم. بصلة فليفلة خضرة فليفلة حمرة فيها تكون حلوة وفيها تكون حرة صلصة البندورة دوش بندورة مفروم مقشر كباية مي سخنة ملعقة ملح دوش دوش بندورة يعني بندوراي وحدة حبة بندورة كباية مي سخن ملعقة ملح ملعقة فلفل 4 حبات باذنجان مشوي أكيد بدنا نقشرهم بعد ما نشويهم كباية حليب ملعقتين طحين ملعقة أو ملعقتين زبدة ونص وقية جبنة. هيدول المكونات يلي نعمل منهم الهنكار بندي. ومثل ما عم نشوف بالفيديو على الكاميرا منحط الطنجرة ومنحط الزيت بقلب الطنجرة فينا نحط نقلي اللحمات بالزيت أو مثل ما ذكرت من قبل إذا جبنا لية الغنم ودوبناها شوي وقلينا اللحمة فيها بتطلع الطعمة أطيب وأدسم. عم نرجع نعيد نحن الطبخة مزبوط لأنه في ناس طلبوا أنه نرجع نعيدها. فإذا مثل ما شايفين عم نقلي اللحمات وعم نقلبهم ما بدنا نقوي كتير النار كرمال ما تحترق اللحمة منخليهم على نار هادية
منحرك اللحم بلش يستوي شوي شوي، وأيضا عم نحرك على نار هادية اللحم يلي عم يتقلى. منبقى تركين اللحمة على النار حتى تروح المي اللي فيها كلها لتنشف مية اللحمة. مثل ما عم نشوف عم تنشف مية اللحمة شوي عن شوي، عم تصير ناشفة اللحمة أكتر، نشفت اللحمة. وبدنا نضيف على هيدي اللحمة الأشياء المكونات يلي ذكرناهن، حنحط البصل، بصل المفرومة يلي فرمناها بنحطها مع اللحمة كمان، منحرك لحتى يصير البصل ممتزج مع اللحمة أو مخلوط مع اللحمة أكتر. منزيد الفليفلة الحمرة والخضرة ومنحط رشة الفلفل ومنحرك أيضا. منزيد صلصة البندورة ومنحرك لحتى تنخلط مع الطبخة. منحط حبة البندورة يلي قشرناها وفرمناها بالطنجرة كمان، عن جديد منرجع منحركن كلياتن، صاروا مخلوطين كله مع بعضه. بدنا نزيد كباية المي على اللحمة، خليها تنشف شوي، يبقى فيها أثر زوم مش كتير، شوي صغيرة. مطلوب المي تغمر اللحمة بعدين ترجع بتنشف، بيبقى منا شوية صلصة هيدي الطبخة. وأمين عم يقول آفية تولسن بالتركي. ملعقة الملح كمان نزيدها على هيدي الطبخة، ورجعنا زدنا شوية فلفل. وعم نحرك لحتى نخلط هيدي الخلطة كلياتها مع بعضها. مجد شكله عم يستحلي الأكلة، بكرة بتجربها يا مجد وبتدوقنا. حطينا ملعقتين زبدة بالمقلاية، ننطر للدوب أكيد الزبدة، دوبنا الزبدة بالمقلاية كلياتها. بدنا نرجع نزيد فوق الزبدة بعد ما تدوب أكيد، ملعقتين الطحين، مش طحينة، طحين. منحركون مع بعض لحتى شوي بيصيروا بيعجنوا مثل ما عم نشوف على الشاشة. عجن الزبدة مع الطحين. الأربع بتنجانات المشوية أكيد بدنا نقصقص الراس ونقشرهم، نفرمهم كلياتهم كيف شويناهم يا مجد، أكيد مش بالمي. بدنا نطحنهم للبتنجان مثل لما بنعمل بابا غنوج. نرجع نزيدهم بالمقلية مع الزبدة والطحين، منحركهم كمان ليمتزجوا مع بعض أكتر، ليصيروا كامشين على بعض. بدنا نرجع نزيد فوق هيدي الخلطة كباية الحليب أو كباية ونص من الحليب ونحرك. هلا يمكن الناس يستغربوا كيف حليب مع باذنجان، هي بس تنخلط خلص بتعمل نكهة طيبة، وبس ينشف عنا الحليب تطلع طعمتها كتير طيبة. وعم نحرك لحديت ما ينشف الحليب. هلا بدنا نزيد فوق الجبنة يلي كمان جديدة علينا نحنا كفكرة، نحط جبنة معون وصير بشط كلياته الجبنة بتدوب بتميع بتصير بتمط كمان. هيدي لذيذة مثل عم تشوف بالمقلية هيك عم هو عم يحرك شوي عم يزيد كمان. حط بهارات فوقهم، فلفل بالأحرى. مننقل الباذنجان مع الزبدة والطحين والجبنة والحليب والبهارات اللي انحطت على الصحن.
منفضيهم أكيد بشكل مرتب بالصحن، منمد الباذنجان على الصحن، منفرغ بالنص مثل ما عم نشوف، فرغنا بالنص شوية محل لحتى نحط فيه اللحمة، وحطينا اللحمة شرشرنا شوي على الصحن وعلى الطاولة، بس نحن حنجرب ما نشرشر مثل ما هن شرشروا. كمان للزينة مثل ما عم نشوف عم نعمل شكل داير مندار اللحمة بالباذنجان، ومنرش شوية زوم اللحمة عليها، وآفية تولسون هنكار بندي، أكلة تركية شهية. صحتين وهنا حنرجع نعيد المكونات على السريع. 700 جرام لحمة غنم أو بقر أو اثنين سوا، بصلة فليفلة خضرة، فليفلة حمرة، وصلصة البندورة، بندورة حبة بندورة مفرومة مقشرة، كباية مي سخنة، ملعقة ملح، ملعقة فلفل، 4 حبات باذنجان مشوي، كباية حليب، ملعقتين طحين، ملعقتين زبدة، ونص وقية جبنة. صحتين وهنا. ومثل ما تعودنا مستمعينا الكرام بآخر فترة من الحلقة بدنا نحكي كلام مفيد جدا، بدي أطلب من الجميع ما ينسى الشير واللايك. حنحكي اليوم عن سيدنا الخضر عليه السلام. الخضر هو أطول الناس عمرا، روي أنه الخضر ابن آدم عليهما السلام من صلبه، وقيل هو بلياء بن ملكان ابن فالغ ابن عابر ابن شالخ ابن قينان ابن أرفخشذ ابن سام ابن نوح عليه السلام. فعلى هذا مولده قبل مولد سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام، لأن الخضر يكون ابن عم جد إبراهيم عليه السلام. ولماذا سمي الخضر؟ لأنه جلس على بقعة من الأرض بيضاء لا نبات فيها، فإذا هي تهتز وتنقلب تحته خضراء نضرة، وكان يكنى بأبي العباس. ولماذا سيدنا الخضر طويل العمر؟ روي أن آدم عليه السلام لما حضرته الوفاة جمع بنيه فقال: يا بني إن الله سينزل على أهل الأرض عذابا، وأخبرهم أن طوفانا سيقع بالناس، وأوصاهم إذا كان ذلك أن يحملوا جسده معهم في السفينة، وأن يدفنوه في غار عينه لهم قرب بلاد الشام. فكان جسده معهم، وتناقل الأبناء عن الآباء هذه الوصية، حتى بعث الله نوحا عليه السلام. وقبل أن يحدث الطوفان حمل جسد آدم في سفينة نوح، حمله نوح معه، وغرقت الأرض زمانا، فجاء نوح حتى نزل بأرض بابل وأوصى بنيه الثلاثة، وهم سام وحام ويافث، أن يذهبوا بجسد آدم إلى الغار الذي أمرهم أن يدفنوه فيه، فقالوا: الأرض وحشية لا أنيس بها ولا نهتدي لطريق، ولكن لننتظر حتى يعظم الناس ويكثروا. فقال لهم نوح: إن آدم قد دعا الله
أن يطيل عمر الذي يدفنه إلى يوم القيامة. فلم يزل جسد آدم من جيل إلى جيل حتى كان الخضر عليه السلام هو الذي تولى دفنه. فأنجز الله ما وعده فهو يحيى ما شاء الله له أن يحيى. وهناك قول آخر في سبب طول عمر الخضر عليه السلام، وهو أن ذا القرنين الأكبر وكان وليا من أولياء الله الصالحين قد ملك ما بين المشرق والمغرب. كان له صديق من الملائكة يقال له رفائيل عليه السلام، يزوره بين الحين والآخر. فبينما هما يتحادثان إذ قال ذو القرنين: حدثني، كيف عبادتكم لله تعالى في السماء؟ فبكى ذو القرنين ثم قال: يا رفائيل، إني أحب أن أعمر حتى أبلغ في طاعة ربي حق طاعته. قال رفائيل: وتحب ذلك؟ أجابه: نعم. فقال رفائيل عليه السلام: فإن لله عينا من الماء تسمى عين الحياة، من شرب منها شربة طال عمره إلى ما شاء الله، ولا يموت حتى يميته الله عز وجل. فقال ذو القرنين: فهل تعلم موضعها؟ قال رفائيل: لا، غير أننا نتحدث في السماء أن لله ظلمة في الأرض لم يطأها إنس ولا جان، فنحن نظن أن تلك العين في تلك الظلمة. وأما عن نبوة الخضر ومقابلته لموسى عليه السلام، إن الخضر عليه السلام نبي كريم معمر، أي عمره طويل، كان يعيش بين البشر، ثم جعل الله تعالى له الماء كأنه أرض، فهو يعيش إلى الآن في البحر على وجه الماء، وهو وحيدا منفردا هناك، وهو محجوب عن الأبصار، وقد يأتي إلى مكان ولا يراه إلا شخص واحد من بين الحاضرين، كما سيظهر معنا بعد قليل في قصته مع موسى عليه السلام عندما كانا على ظهر السفينة. فالله حجب أعين الناس عن الخضر ولا يراه إلا من شاء الله له ذلك كأكابر الأولياء وغيرهم. ولنستمع معا إلى سبب التقائه بموسى عليه السلام. لما نجى الله بني إسرائيل من فرعون وجنوده واستقر أمرهم، قام سيدنا موسى خطيبا في المسلمين يعظهم ويذكرهم بطاعة الله تعالى، فلم يترك نعمة أنعم الله عليهم بها إلا وعرفهم إياها. فقال له رجل من بني إسرائيل: يا رسول الله، هل في الأرض من هو أعلم منك؟ فقال موسى: لا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه ولم يقل: الله أعلم. وأوحى إليه قائلا:
وما يدريك أين أضع علمي، بلى إن لي على شط البحر رجلا وهو أعلم منك، وهو عبدنا الخضر، أي يوجد من هو مطلع على نوع من العلم لم تطلع عليه أنت؟ وكان علم الخضر علم معرفة بواطن أمور قد أوحيت إليه، وكان علم موسى علم الأحكام والفتيا بظاهر أقوال الناس وأفعالهم، فيكون الخضر أعلم من موسى بأحكام وقائع مفصلة معينة لا مطلقا. فلما سمع موسى هذا اشتاقت نفسه الفاضلة وهمته العالية لتحصيل علم ما لم يعلم، وللقاء من قال الله وللقاء من قال الله فيه إنه أعلم منك. وفي هذا إشارة عظيمة جدا إلى أن العالم يرحل في طلب الازدياد من العلم واغتنام لقاء الفضلاء والعلماء وإن بعدت أقطارهم، وذلك دأب الصالح. فسأل موسى ربه أن يريه الخضر، فأوحى إليه أن ائت البحر فإنك تجد على شاطئه حوتا أي سمكة، فخذه فادفعه إلى فتاك ثم الزم شاطئ البحر، فإذا نسيت الحوت وهلك منك فثم تجد العبد الصالح الذي تطلب عند مجمع البحرين. فأعلم الله تعالى موسى حال الخضر ولم يعلمه موضعه بعينه، مما زاد تشوق موسى إليه، فقال لا أزال أمضي إلى مجمع البحرين أو أمضي زمنا طويلا حتى أجد هذا العالم. وهذا إخبار من موسى عليه السلام وهو الداعي إلى الحق والعلم والمعرفة بأنه هيأ نفسه لتحمل التعب الشديد والعناء العظيم لأجل طلب العلم، وذلك تنبيه على أن المتعلم لو سافر من المشرق إلى المغرب لطلب مسألة واحدة لحق له ذلك. فانطلق سيدنا موسى عليه السلام ومعه فتاه يوشع ابن نون عليهما السلام، الذي كان يتعلم منه ويرافقه ويخدمه، وأخذا سمكة مملحة مهيئة للأكل وخبزا زادا لهما ومضيا، ثم وصلا إلى ملتقى البحرين، ويقال إنهما بحر فارس والروم، وجلسا عند ظل صخرة أو عند ظل صخرة في مكان قرب ضفة البحر، ووضعا رأسيهما فناما، وكان في أصل الصخرة عين ماء يقال لها عين الحياة تنزل مثل شلال صغير لا يصيب من مائها شيء إلا حي بإذن الله، فأصاب السمكة المملحة من ماء تلك العين فتحركت وانسلت من الوعاء الذي كانت فيه ودخلت البحر. والغريب أن هذه السمكة كان قد أكل نصفها وبقي النصف الآخر، فكان هذا الأمر معجزة لسيدنا موسى عليه السلام. ويذكر أن أهل تلك الناحية رأوا بعد هذه المعجزة نوعا جديدا من السمك،
وكان من نسل تلك السمكة، فأحد جانبيها شوك وعظم وجلد رقيق على أحشائها، والجانب الآخر صحيح، إشارة إلى أنه لما حييت بعد أن أكل منها استمرت فيها تلك الصفة ثم في نسلها. واستيقظ الفتى يوشع فرأى السمكة قد خرجت من الوعاء، فقال: لن أوقظ رسول الله موسى الآن، ولكن سأخبره عندما يستيقظ. وعندما استيقظ موسى عليه السلام نسي فتاه أن يخبره عن خروج السمكة، ونسي موسى سؤال الفتى إن رأى شيئا غريبا، فانطلقا بقية يومهما وليلتهما ولم يشعرا بجوع ولا تعب، حتى إذا كان الغد وقد مشيا مسافة طويلة قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا لقد تعبنا من هذا السفر. ولم يجد موسى التعب حتى جاوز المكان الذي أمر الله به، ثم أخبر يوشع سيدنا موسى بالقصة، فقال: وقد شعر باقتراب لقائه بالخضر، ذلك ما كنا نبغيه ونطلبه. ثم عادا في نفس الطريق الذي أتيا منه، ثم رأيا أثر جري السمكة في البحر، إذ ظهر مثل أخدود صخري، فسلكاه حتى رجعا إلى الصخرة التي كان عندها، وهناك وجد موسى سيدنا الخضر على طنفسة خضراء، وهو مسجى بثوب أخضر مستلق على ظهره على وجه الماء، فقال موسى: السلام عليكم. فكشف الخضر عن وجهه وقال: وعليكم السلام، وهل بأرضي من سلام؟ لأن أهل تلك الأرض لم يكونوا في ذلك الوقت مسلمين. ثم سأل الخضر سيدنا موسى عليه السلام: من أنت؟ قال: أنا موسى. فقال الخضر: موسى بني إسرائيل؟ قال موسى: نعم، وما أدراك أني موسى؟ قال الخضر: أدراني بك الذي أدراك بي، ألم يكن لك في بني إسرائيل ما يشغلك عن السفر إلى هنا؟ قال موسى: بلى، ولكني أمرت أن آتيك لتعلمني مما علمت رشدا. فقال الخضر: أما يكفيك أن التوراة بيديك؟ أكيد التوراة الأصلي، ليس التوراة المزعوم اليوم بيد العدو الصهيوني. الصهاينة حرفوا التوراة، أما التوراة الذي نتكلم عنه هو التوراة الأصلي الذي نزل على سيدنا موسى عليه السلام. قال الخضر: أما يكفيك أن التوراة بيديك وأن الوحي يأتيك؟ يا موسى، إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت. يعني الخضر يعرف شيئا من علم الغيب، لا يعلم الغيب، كل الغيب إلا الله. الله تعالى يطلع بعض عباده على بعض الغيب، فكان الخضر يعلم أمورا غيبية، ليس كل الأمور، بعض الأمور، لأنه كما ذكرنا ما حدا بيعرف كل الغيب، ما حدا بيعلم كل الغيب إلا الله. قال له الخضر: وأنت على علم من علم الله علمكه الله، أي أن الله علمه لموسى، لا أعلمه أنا.
فتلطف موسى عليه السلام في القول وتجمل بأحسن ما وهبه الله من أدب الحديث وفضل التواضع وقال: هل تأذن أيها العبد الصالح أن تفيض علي بعلمك على أن أتبعك وألتزم أمرك ونهيك؟ وكان الخضر قد ألهم أن موسى لا يصبر على السكوت إذا رأى ما يكره، فقال لموسى: إنك لن تستطيع معي صبرا، ولو أنك صحبتني سترى ظواهر عجيبة وأمورا غريبة. فقال موسى، وكان حريصا على العلم تواقا إلى المعرفة: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فقال الخضر: إن صحبتني آخذ عليك عهدا وشرطا أن لا تسألني عن شيء حتى ينقضي الشرط وتنتهي الرحلة، وإني بعدها سأبين لك ما قد تتساءل عنه وأشفي ما بصدرك. موسى والخضر عليهما السلام في السفينة. بدي أذكر نفسي وأذكر كل يلي عم يسمعونا ويتابعونا بإخلاص النية. أعاد موسى فتاه إلى بني إسرائيل، وانطلق مع الخضر يمشيان على ساحل البحر حتى لمحا سفينة، فطلبا من أهلها حملهما إلى حيث يذهبون، وقال لهم الخضر: سأعطي عن كل واحد منا ضعف ما تأخذون من غيرنا. فقال أحد البحارة: إنا نرى رجالا في مكان مخوف، فنخشى أن يكونوا لصوصا. فقال له أصحابه: بل سنحملهما، فإننا نرى على وجوههما النور. فحملاهما بدون أجرة. وبينما هما في السفينة فوجئ موسى عليه السلام بأن الخضر أخذ لوحين من خشب السفينة فخلعهما، ولم يكن يرى الخضر عندئذ إلا موسى، ولو رآه البحارة لمنعوه من ذلك.
إذ من خصوصيات الخضر أنه لا يراه إلا من شاء الله له أن يراه. وقد قيل إنه كان يأتي إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا يراه إلا هو، فأنكر موسى وهو الرسول الكريم الذي أرسل لهداية الناس ورد الظلم عنهم أن يقابل صنيع البحارة بالإساءة، وجميلهم بالنكران، وخشي موسى أن يصيبهم غرق أو هلاك، فنظر إلى الخضر معاتبا وقال: أردت إهلاكهم وقد أصعدونا بدون مقابل وأحسنوا لقاءنا، فتخرق سفينتهم وتحاول إغراقهم، لقد جئت شيئا عظيما. فالتفت الخضر إليه وما زاد أن ذكره بالشرط والعهد قائلا: ألم أقل لك؟ فتذكر موسى وقال: لا تؤاخذني. وتنحى موسى جانبا. وبينما هما على السفينة إذ جاء عصفور فوقع على حرفها فغمس منقاره في البحر. فقال الخضر لموسى: يا موسى، ما علمي وعلمك في جنب علم الله إلا كما نقر هذا العصفور من البحر. معناه: لا نعلم من معلومات الله إلا القدر القليل الذي أعطانا الله. والقدر الذي أعطانا بالنسبة لما لم يعطنا كما أصاب منقار العصفور من الماء حين غمسه في البحر. ولما مرت السفينة بعد حين بدون أن يغرق أحد، مرر الخضر يده على مكان اللوحين المكسورين فعادا كما كانا بإذن الله، واستبشر به أهل السفينة، ثم وصل إلى مراده فنزل هو وموسى عليه السلام. ولما غادرا السفينة تابعا المسير فوجدا غلمانا وفتيانا يلعبون، فأخذ الخضر واحدا منهم، كان ضالا كافرا لصا قاطعا للطريق، وكان يفسد ويقسم لأبويه أنه ما فعله، فيقسمان على قسمه ويحميانه من العساكر والناس. ولما أخذه الخضر إلى بعيد أضجعه وقتله، فدهش موسى عليه السلام
وكبر عنده ذلك الأمر، فقال للخضر: أقتلت نفسا زكية؟ فالتفت إليه الخضر وقال: لا، ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ وقيل إنه اقتلع كتف الفتى الأيسر وقشر اللحم عنه، وإذا في عظم كتفه مكتوب: كافر لا يؤمن بالله أبدا. فاستحيا موسى عند ذلك وأدرك أنه قد أثقل على هذا العبد الصالح، فقال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. أحبابنا المستمعين وأحبابنا المشاهدين أيضا، هذا الجزء الأول من قصة سيدنا الخضر، استمتعنا بكم وبمرافقتكم في هذا الصباح المبارك بكلام مبارك عن رجال مباركين، فإن شاء الله يتجدد موعدنا بكم غدا 9:15 صباحا، ونتابع قصة الخضر وموسى عليهما السلام. إلى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى، وبتشكر كل يلي تابعونا ورفقونا عبر الراديو وأيضا على الفيسبوك، واللي تواصلوا معنا وما لحقنا نقرأ مسجاتهم كمان يبقوا يجربوا على طول على الواتساب وعلى الفيسبوك، ودائما على نداء المعرفة. إلى اللقاء.